عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ندوة بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. تطرقت الندوة للحديث عن إنجازات الدولة في مبادرة حياة كريمة وفي إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن جهاز تنمية المشروعات يقدم تدريبا وتأهيلا متميزا للشباب لتعظيم قدرته على إدارة المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. موضوع حياة كريمة وهو يعتبر من المشروعات العظيمة أو المشروع الأعظم اللي احنا بنشتغل فيه كلنا وبنتنافس فيه، وفيما يخص دوري كوزارة من خلال توفير فرصة العمل ومسؤوليتنا كجهاز تنمية المشروعات عن محور التنمية الاقتصادية، لأن محاور البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لن تكتمل الحياة الكريمة للمواطن المصري في الريف إلا من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية. تجربة مصرية بتسير في محورين: ضرب الإرهاب ومقاومته، وفي نفس الوقت المضي في مشروعات التنمية بمعدلات سريعة جدا. التجربة المصرية أصبحت هي التجربة الأنسب، كل الشعوب العربية تواقة لهذا النموذج، مشروعات وكباري وطرق ومزارع سمكية ومزارع حيوانية، والحقيقة أصبحت ما يحدث في مصر نموذج الناس بتحتذي به.